يقول الله تعالى في محكم التنزيل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما معنى هذه الآية، وهل هناك فرق بين الإيمان والإسلام، وما هو؟ الدين ثلاث مراتب، الأولى الإسلام، وأعلى منها الإيمان، وأعلى منها أعلى من الإيمان الإحسان، كما جاء ذلك في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المراتب، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مرتبة، وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وقد ذكرها مرتبة، مبتدئا بالأدنى، ثم ما هو أعلى منه، ثم ما هو أعلى منه. فالأعراب لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول دخولهم في الإسلام ادعوا لأنفسهم مرتبة لم يبلغوها، جاءوا مسلمين وادعوا مرتبة الإيمان وهي مرتبة لم يبلغوها بعد، ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فهم في أول أمرهم لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وإن كان عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف أو إيمان قليل. ويستفاد من قوله لما يدخل الإيمان في قلوبكم أنه سيدخل في المستقبل، وليسوا كفارا أو منافقين، بل هم مسلمون ومعهم شيء من الإيمان لكنه قليل، لم يستحقوا به أن يسموا مؤمنين، ولكنهم سيتمكن الإيمان في قلوبهم فيما بعد بقوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. والإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا افترقا، فصار للإسلام معنى خاص وللإيمان معنى خاص، كما في حديث جبريل عليه السلام فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعلى هذا يكون الإسلام هو الانقياد الظاهري والإيمان هو الانقياد الباطني، هذا إذا ذكر جميعا. أما إذا ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل أحدهما في الآخر، إذا ذكر الإسلام فقط دخل فيه الإيمان، الإسلام أعم من الإيمان، وإذا ذكر الإيمان فقط دخل فيه الإسلام. ولهذا يقول أهل العلم إنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترق اجتمع. نعم. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجوارح. عمل بالأركان. نعم، عمل بالأركان. قول باللسان وعمل بالجنان وتصديق بالجنان. نعم. يعني بالقلب. نعم. ويدخل فيه بهذا التعريف يدخل فيه الإسلام، إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام، يكون قولا باللسان وعملا بالأركان وتصديقا بالجنان ويدخل فيه الإسلام. نعم. نعم.